ديروف أندري سينغ. أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، انطلق شوط 3200 متر في هذه الأراضي العشبية في الريان بارك هنا، في انطلاق موفق في مسافة طويلة جدا 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 في ومشاركة 8 من الجهاد المهجن الأصيل. الشوط طالع بطيء نوعا ما بحكم المسافة. نشاهد الصدارة والمركز الأول لانطلاقة ومشاركة الجواد اللي هو الجريان ستاد بيركلي سكوير على المركز الأول. سلالة جاليليو في صدارة هذا الشوط مع جيم كرولي على المركز الأول، بينما يلحق به ثانيا المركز الثاني رونان توماس مع المارون اللي هو ديوكوف داندي على المركز الثاني اليوم غارنفار، بينما المركز الثالث تواجد سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني أوف هاي جوز. انطلاقة الجواد مع جونيور سمارت وجون باتيستي هامل ان ذا ثيرد ان ذا فورث بوزيشن. يأتينا في المركز الرابع أوتو لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني، على المركز الرابع مع جيمي جامبر جون بيير على رابع المراكز، بينما المركز الخامس يأتينا جوزيبي كيربالدي. انطلاقة جاليليو أيضا إيفان روسي على المركز الخامس في هذه الآونة. خليفة بن شحيل الكواري على سادس المراكز. الجواد ينطلق ماسترس على المركز الراماستربس على المركز الخامس أو السادس لخليفة بن شحيل وجاسم الغزالي. الخيل تتجه إلى الخط المستقيم أمام المنصة الرئيسية لمسافة 3200 متر. الجريان ستارد ان ذا فرنت بيركلي سكوير جيم كورلي على المركز الأول في صدارة هذا الشوط. يأتينا في المركز الثاني ديوكوف داندي. ما شيء تغير على الأوردر في المركز الأول والثاني حتى الآن، بينما الثالث سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني على ثالث المراكز ينطلق مع خطوة بخطوة أوف هاي جوز وأوتو على المركز الثالث والرابع. يتقاسمون المراكز الثالث والرابع، بينما خامسا حسن عبد الملك مع اليلو كاب جوسيبي غاربياردي على المركز الخامس. إيفان روسي على خامس المراكز مع انطلاقة السيد أحمد أبيسي هو المدرب، بينما المركز السابع أو الخامس السادس عفواً ينطلق معنا شعار أحمد أبيسي هول أوف ميرورز سلالة ديوك أوف مارمليد على المركز السادس أو السابع. يتراجع شيئاً ما حسن عبد الملك من الجهة اليمنى بالكاب الأحمر والكاب الأصفر المركز الأول. نعود إلى الصدارة، بينما الجريان في المركز الأول بيركلي سكوير ينطلق مع سلالة جاليليو جيم كرولي على المركز الأول. خليفة بن إشعيل يغير انطلاقة مع المركز الثاني ماستربس على المركز الثاني والأول في هذه الآونة، بينما ديوكوف داندي على المركز الثالث المارون جوكي اليالو جوكي يتقدم في هذه الآونة. جوسيبي مع سلالة جاليليو إيفان روسي على المركز الثاني مع انطلاقة أحمد أبيسي لحسن عبد الملك الخط المستقيم. ديوكوف داندي من الفار سايد ينطلق المارون جوكي الآن الانطلاق الموفق اليالو جوكي إن النير سايد مارون جوكي إن الفار سايد. كأس الرماح الآن لديوكوف داندي انطلاق تمكر ديوكوف داندي ديوكوف مارمليد. برافو ألبا برافو. The official result for the last race, the winner, horse number one, Diokov Dandy for Alban de Mule and Mgern Farm, and ridden by Ronan Thomas. And the second place, horse number seven, Joseph E. for Ahmed Besi and Hassan Abdel Malik and Ivan Rossi. And the third place, horse number eight, Masterpass for Khalifa Al-Kawari and Harry Bentley, Jasim Al-Ghazali. And the fourth, horse number three of he goes for His Highness Sheikh Mohammed bin Khalifa Thani and Julian Smart with John Battisti Hammond. Mabruk. Shout Ronan Thomas, well done. Mabruk Alfons.
ويتفضل السيد المدرب ألبان دميول الفائز بهذا الشوط. ألف مبروك الفوز، ويقدم الكأس السيد فهد يوسف الرماحي. ويتسلم كأس السادة أمقرن السيد سعد الهاجري. ألف مبروك الفوز للسادة أمقرن. صورة تذكارية تجمع كل من الفائزين بكأس المغفور له إن شاء الله، يوسف رمحي، رونان توماس، ألبان دميول، وأيضا نيابة عن أمقرن السيد سعد الهاجري. صورة جميلة وتذكارية تجمع الفائزين مع أبناء المغفور له. درع تذكاري مقدم، طبعا هذه الصورة الجميلة والتذكارية للخيل والخيال الفائز في سباق اليوم. ألف مبروك. درع تذكاري مقدم من نادي السباق والفروسية لأبناء السيد يوسف الرمحي رحمه الله. وأيضا درع تذكاري مقدم من أبناء المغفور له يوسف الرمحي لإدارة نادي السباق والفروسية. مشكورين على هذا الدرع التذكاري المميز ولمسة وفاء من أبناء المرحوم له للسيد التورسي، مقدم من أبناء المغفور له يوسف الرماحي للسيد التورسي. هذه لمسة وفاء جميلة جدا، شكرا لكم. شكرا لكم على هذه المبادرة الجميلة والرائعة وهذه لمسة الوفاء الراقية. بيض الله وجهك طبعا مشاهدينا الكرام.